السلام عليكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، معاكم أخوكم هاشم العلوي. وإذا هذه كانت أول مرة تزورنا فيها، لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك حول العالم المهتمين في هاي المجال، عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة. في حلقتنا اليوم راح نلقي نظرة على جهاز بريسونس ريفيليتر آي أو 24. قبل ما نبتدي حلقتنا اليوم، حبيت أقول لكم أن هذه الحلقة هي برعاية ترو ميديا. ونبتدي أول شيء بتعريف الجهاز. جهاز ريفيليتر آي أو 24 من شركة بريسونس هو أوديو انترفيس أو كرت صوت يستخدم في التسجيل مباشرة إلى الجهاز، أو ممكن استخدامه في الستريمينج أو اللايف ستريمينج. يعني تقدر من خلال برنامج التحكم الموجود فيه أنك تجمع ما بين أكثر من مصدر صوت، ممكن مثلا صوت موسيقى من برنامج آخر، صوت مداخلة عبر برنامج الزوم أو برنامج السكايب مثلا، أو برنامج مايكروسوفت تيمز. كل هذا تقدر أنك أنت تتحكم فيه من خلال البرنامج الموجود والمتوفر مع الجهاز بالمجان، واللي راح نلقي نظرة عليه بعد شوي. داخل الجهاز بري أمبس عالية الجودة من نوع XMAX-L، يعطونا طبعا صوت نظيف من خلال مداخل XLR الموجودة في الجهاز. جزء كبير من الجهاز مصنوع من المعدن، والجهة الأمامية مصنوعة من البلاستيك. الجهاز يسمح لنا بتسجيل sample rates بدرجات مختلفة، واللي راح تتراوح ما بين 44.1, 48, 88.2, and 96 kHz. وهذا يعني أن جودة التسجيل اللي راح نحصلها من هاي الجهاز راح تكون جدا عالية. يتوفر مع الجهاز نسخة مجانية من برنامج Studio One Artist، اللي من خلاله تقدر تستخدمه كDAW أو كDigital Audio Workstation، حال حال أي برنامج آخر. في الجهة الأمامية من الجهاز نلاحظ أنه يحتوي على مدخلين Combi XLR، ممكن نحن نستخدمهم للميكروفون أو الآلات الموسيقية اللي هو الانسترومنتس إن، مايك إن، واللاين إن. يسمحون لنا بتسجيل الترددات من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز عن طريق الميكروفون. البري أمب الموجود للميكروفون يسمح لنا بتسجيل الصوت إلى حد 60 دي بي، وللآلات الموسيقية إلى حد 50 دي بي. نلاحظ أيضا وجود شاشة LCD صغيرة، من خلالها نقدر نستعرض المعلومات الموجودة في الجهاز مثل مستوى الصوت أو الخيارات الموجودة للمداخل 1 و2، مثل مستوى البري أمب، مستوى الصوت العام، أو مستوى صوت الهيدفون. عندنا أيضا هذا الزر أو الناب اللي نقدر من خلاله نتحكم في مستوى الصوت للخيارات الظاهرة على الشاشة. وأخيرا عندنا في الجهة الأمامية زر إغلاق الصوت بشكل تام أو الميوت. هذا الزر طبعا جدا مفيد في وقت اللايف ستريمينج. نلاحظ في الجهة الخلفية للجهاز وجود مدخل للكهرباء من نوع USB-C، تقدر من خلاله تشبكه مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر، أو تشبكه في باور بانك إذا ما كنت ناوي تشبكه مباشرة بجهاز الكمبيوتر وتستخدمه كأوديو انترفيس. نلاحظ أيضا وجود مدخل ومخرج للميدي، عشان إذا حاب تشبك الجهاز بأي آلات موسيقية مثل الكيبورد أو الميدي كنترولر، تقدر من خلال هذه الفتحتين أنك تشبكهم وتستخدمهم مباشرة في برنامج التسجيل. نشوف أيضا أن عندنا مخرجين من نوع الستيريو مين أوتس، تقدر من خلالهم أنك توصل الجهاز إلى سماعات خارجية كبيرة. وآخر مخرج نشوفه خلف الجهاز هو لسماعات الرأس أو الهيدفونز. من ناحية البرامج اللي تتوفر مع الجهاز، نلاحظ أن أول برنامج يكون معاه هو برنامج التحكم، واسم البرنامج هو Universal Control. من خلال هذا البرنامج نقدر نتحكم في كل مميزات لبريسونس ريفيليتر. خلونا نشوف مع بعض هاي البرنامج بشكل أفضل ونتعرف أكثر على مميزاته. أوكي شباب، حبيت أخذ بريك سريع عشان أخبركم عن دورة كيف تصبح منتجا ناجحا لبرامج البودكاست. هذه الدورة راح تعطيك كل التفاصيل عن كيفية إنشاء حلقتك البودكاست. جزء كبير من هذه الدورة هو تدريب عملي على كيفية الحصول على أفضل تسجيل لحلقة البودكاست. راح أخلي الرابط في وصف الفيديو ونكمل الحين الحلقة. يا هلا مرحبا فيكم شباب في الجزء الثاني من هاي الفيديو. الحين إحنا راح نتكلم مباشرة عن طريق اللي هو الأوديو انترفيس. أنا موصل ميكروفون سينهايزر MKE600 إلى اللي هو XLR بورت رقم 1 اللي موجود قدام الجهاز. أنا عاطلنا تقريبا الجين في حدود 34 دي بي، واللي شايفينه الحين قدامكم هو برنامج اللي هو اليونيفرسال أوديو الخاص بهاي الأوديو انترفيس. نلقي نظرة على الأجزاء المختلفة من البرنامج، ناخذكم في جولة سريعة كذي، بدءا من الجزء اللي فوق هني. عندنا طبعا اول شيء اللي هو يعني بتحس ان روحك انك قاعد تقضي وقت كثير في هاي الجزئيه، الا وهي جزئيه الفات شانل. زين، الفات شانل طبعا في عندي طريقتين ان انا اسوي لها اكسس،
إما أني أنا أضغط على هاي الزر اللي موجود وأشوف اللي هي مثل ما يسمونها الإعدادات السريعة اللي موجودة هني برا، أو أني أضغط هني وأدخل أشوف كل أوبشن بروحة شنو الخيارات الموجودة فيه. نمشي عليهم واحد واحد على السريع. عندنا الجزء الأول هني هو الـ HPF أو اللي هو الـ High Pass Filter. الـ High Pass Filter بكل بساطة هو المكان اللي أنا أحدده في الـ EQ إلا من تحته ما راح يكون في أي صوت موجود. يعني أنا هني اخترت 80 هرتز، معناته أن أي شيء تحت 80 هرتز ما راح ينسمع. وهي طبعا يعتمد على المكان اللي أنت فيه، راح يعتمد على الغرفة اللي أنت فيها، إذا كان في مثلا صوت مكيف، صوت أشياء ثانية موجودة. هني هي بتكون لعبة التحكم في الـ High Pass Filter. الجزء الثاني اللي هو الجيت. الجيت طبعا هو بكل بساطة المكان اللي أنا أحدده واللي من خلاله الصوت راح يوصل لعنده ويوقف بعدها. يعني إذا عندي مستوى الصوت واصل إلى هاي الجزئية، أي شيء تحت هني ما راح ينفع. هاي طبعا الجيت استخدامه لازم تكون جدا حذر في استخدامه، لأن ممكن أنه يكون استخدامه يعني يؤثر سلبيا على جودة الصوت. خلونا نعطيكم مثال. أنا حين طبعا بخلي الجيت كلش تحت وشغله، بتلاحظون أن أنا كل ما قربت الصوت شوي، كل ما لين وقفت كلام بدأ الصوت يختفي. يعني حين ممكن تسمعون إذا سكت فيه يمكن صوت عصافير برا موجود. لكن إذا بديت أرفع هاي الدرجة هني، بتلاحظون ان الصوت او صوت الخلفيه او صوت المكان اختفى. بس المشكله هني ان الصوت احس انه يصير مو طبيعي، يعني لما اسكت مره واحده كذي كان الصوت يروح ويجي. فانا على اساس ان هاي المثال اللي احنا نكون واضح، راح اخلي الجيت مبند. الجزئيه الثالثه الموجوده هي الاي كيو. بكل بساطه هاي اي كيو سهل، عندنا احنا من كذا نوع، عندنا اللي هو الستاندرد والباسيف والفنتج. اوكي، انا بحاول اني انا ما اغير في السيتنجز لانه صار لي ساعه ضبطها على اساس انه يطلع الصوت اوكي في التسجيل هذا. ف بكل بساطه هاي اي كيو، وفي عندنا انواع مختلفه من الاي كيو. طبعا الباسيف راح يعطينا نوع اللي هو البولتك اي كيو، والفنتج هو راح يعطينا مور اللي هو ال 1073 كايند اوف اي كيو. يعني هاي الانواع من الاي كيو. ننتقل الى هني جزئيه الكمبرسر. بكل بساطه هاي الكمبرسر في ايضا كذا نوع منه، في اللي هو الستاندرد، ممكن نبدله شوي. الستاندرد يعطينا اياه بهالطريقه، عندنا اللي هو التيوب اللي هو اللي كنت استخدمه قبل شوي، وعندنا الفت. الفت هاي اللي هو صار طبعا نفس اللي هو 73 اللي هو 1173 كومبرسر، والتيوب صار نفس اللي هو A2A. خلينا نشغله ونعطيه شويه كذي نسمع الصوت شلون. يعني طبعا السيتنجز انت راح تتحكم فيها بالطريقه اللي انت تشوفها مناسبه. قبل الجزء الاخير عندنا اللي هو خيار الليمتر. الليمتر بكل بساطة هو المقدار اللي أنا أحدده اللي من خلاله الصوت ما راح يوصل لأبعد منه. يعني إذا أنا قلت له مثلا أن أنا أبي الليمتر يكون على minus 1 dB، فكل ما زاد صوتي وراح إلى الليمت اللي موجود فوق هني، عمره ما راح يطوف minus 1 dB. الجزء الأخير هو عبارة عن إفكتات مختلفة. عندنا دبلر، عندنا دي تيونر، عندنا الفوكودر والرينج مودوليتر والفلترز والديلي. على السريع بس بسمعكم واحد منه اللي هو الديلي. هاي صوت الديلي، هاي صوت الفلترز اللي موجودة جدا مزعج، هاي صوت الرينج مودوليتر أيضا جدا مزعج، صوت الفوكودر، صوت الفوكودر كذي، دي تونر، صوت الدي تونر كذي. يمكن اذا انت تبي تجيب عندك فاني شو ولا شيء على البودكاست تحب انك تغير في الاصوات، ممكن هني. وحق اللايف ايضا ترى ممكن انك تستخدمهم، خاصه اللي هو الديلي. وهاي صوت الدبلر. اوكي، نرجع مره ثانيه الى الجزئيه الخارجيه. هني عندنا في النص هني بريسيت سيلكتر، في تقريبا 6 اوبشنات انا اقدر اتحكم فيها واسيفها بالطريقه اللي انا بيها، وفي 8 اوبشنات ثانيه هم مختارين لي اياها. اوكي، فممكن انا ابدلهم واسمع شنو الافكتات الثانيه اللي موجوده، او اني انا احدد الصوت اللي انا ابي واسيفه كبريسيت معين هنا. الهوت كي هو عباره عن
زر واحد يخليني أستخدم إفكت أيضا أنا أحدده. نلاحظ الجزء الأسفل هنا من البرنامج عندنا اللي هو المدخلين اللي احنا عندنا إياهم قدام الجهاز، ممكن أنه يكون مايك أو ممكن أنه يكون إنسترومنت. طبعا من خلال الانبوت هنا من خلال السوفتوير أقدر أتحكم في نفس الأشياء اللي أقدر أتحكم فيها على الجهاز نفسه، مثل الجين أو الفيدر ليفل نفسه مال الانبوت هذا، أقدر أسوي ميوت، أقدر أسوي سولو. نفس الطريقة هنا موجودة عندي على المايك شانل 2 أو اللي هو الانسترومنت شانل 2. نلاحظ أيضا أن في كذا جزء آخر من الميكسر اللي هو البلاي باك، عندنا البلاي باك هنا و Virtual Input A و Virtual Input B. شنو هاي معناتهم؟ Virtual Input A أو B ممكن أنا أسوي لهم أساين حق برامج مختلفة. إذا عندي أنا مثلا مداخلة من ضيف عن طريق السكايب أو عن طريق الزوم أو عن طريق برنامج التيمز أو أي برنامج آخر، ممكن أن أنا أخليه ييني عن اللي هو واحد من هاي الشانلز اللي هني الـ Virtual A والـ Virtual B. البلاي باك ممكن أيضا أن أنا يكون عندي برنامج آخر مثلا أو فيديو مثلا شغال على اليوتيوب، أقدر أن أنا أجيبه عن طريق هاي الشانل هني. لو تلاحظون أنه في كذا نوع من المكسات المختلفة، عندي المين ميكس اللي هو اللي أنا حين عليه، وعندي اللي هو ستريم ميكس A وستريم ميكس B. ممكن أن أنا أسوي سيتنجز بالطريقة اللي أنا أبيها، يعني ممكن أن أنا أخلي اللي هو واحد منهم اللي هو الستريم ميكس A مضبط بطريقة معينة، زين الفوليوم يكون مضبط بطريقة معينة من البرنامج اللي أنا راح أستخدمه أو اللي يجيني منه صوت، من المداخلة اللي راح تكون جايتني مثلا عن طريق البرنامج الزوم. فكل واحد من هذلين أقدر أن أسوي له سيت اب معين وخلاص أحفظه في البرنامج، فما راح أحتاج أن أغيره كل مرة. وعندنا هنا في الجهة اليمنى من فوق المين أوت، هاي طبعا اللي هو المين أوتبوت اللي موجود عندي، عندي اللي هو الهيدفونز أو الهيدفونز، هاي الأوتبوت اللي موجود اللي راح حق سماعة الرأس. المونيتور راح يكون بلند ما بين اللي هو الانبوت والاوتبوت، هاي راح يفيدني اذا انا راح يكون عندي مثلا لايف ستريمينج. وعندنا طبعا هني تحت اقدر اني انا اتحكم في الاوتبوت اني انا يكون يا ستيريو يا مونو، وعندي هني طبعا اللي هو الماستر فيدر اقدر اني اتحكم في مستوى الصوت الموجود، اضافه الى زر الميوت تحت ممكن من خلاله اني انا اسوي ميوت حق البرنامج كامل. البرنامج جدا سهل يا جماعة، ما يبي له شيء، مجرد يعني 15 دقائق وتلاقي روحك بكل سهولة انت راح تاخذ يدك عليه وبتفهمه بطريقة سهلة جدا. الحلو اللي يميز هاي البرنامج وهاي الجهاز وهاي الاوديو انترفيس والجهاز نفسه ان السيتنجز ماله كلش سهلة، الجماعة مخلينها بطريقة جدا جدا سهلة، واقدرني انا احفظ الاعدادات اللي انا بيها بطريقة معينة. في بعد جزئية نسيت أقول لكم عنها هني اللي هي الريفرب، هاي أوريدي في نوع البلت إن ريفرب، فأنا أختار شنو أبي مثلا يكون سمول ميديوم لارج وأزيد عليه بهاي الطريقة، فهاي يقدر يعطيني كنترول أكثر على الريفرب، وهاي ممكن أنا أستخدمها يعني على الطريق اللايف. هاي يا جماعة بشكل مختصر برنامج اليونيفرسال كنترول الخاص بجهاز بريسونس ريفيليتر IO24. إن شاء الله يا جماعة عجبتكم الحلقة، أتمنى أنكم استفدتم منها، وإذا عندكم أي استفسارات أرجوكم تكتبون لي إياها في قسم التعليقات تحت في هاي الفيديو. لا تنسوا مرة ثانية تعطونا زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل أصدقائكم حول العالم، ولا تنسون أيضا الاشتراك في دورة كيف تصبح منتجا ناجحا لبرامج البودكاست اللي من خلالها راح تتعلمون شلون تسوون إنتاج كامل حق حلقات البودكاست وتنشرونها على المنصات المختلفة. أشوفكم يا جماعة الخير إن شاء الله في حلقة جديدة، ومع السلامة.